مساء الخير عليكم، على سلامتكم ومرحبا بكم في لا كوتيديان نتاع نهار 17 من شهر رمضان المبارك. رمضان راه غير يتمشى ويجري وحنا رانا نجرو معاه. ان شاء الله يا ربي يتقبل كامل منا ومنكم. وسي بون البنات، كوراج كوراج، زيروا روحكم، راه باقي واحد 12 يوم ماكسيموم 13 يوم ان شاء الله وكل شيء يفوت. الوغ لو منيو تاع اليوم راح تكون فيه اللمسه الاورينتال حاضره بالقوه، وكما راكم تشوفوا هنايا الناس اللي مدارين يخدموا بلي برودوي تاع لا كويزين اورينتال عرفتوا بلي هذا البرغل. هنايا اختاريت النوع الرقيق على خاطر هو كاين منه الخشين ومنه الرقيق، وبيان سور كي قلت لكم البرغل على بالي بلي نصكم عرف بلي رايحه ندير الكبه للفطور نتاعي اليوم، رايحه تكون حاضره في الطابله. سمحوا لي بور دي غيزون بروفيسيونيل ما نقدرش نعطي لكم لا مارك، هاني برك وريت لكم لومبالاج نتاعها. فوالا الكبه نتاعي راح نخدمها بهاد النوع نتاع البرغل المتوسط. لا غوسيت نتاع الكبه راهي كاينه وبكامل التفاصيل ولي ديتاي والتدقيقات اللي تقدروا تتخيلوهم راها كاينه على لاشين يوتيوب نتاعي. الوغ روحوا ضربوا طله تماك تصيبوا كامل لا غوسيت دو ا جوسكا زد، مي راح ندير لكم هكذا كلكو فلاش في لا ستوري هكذا باش نزهيو شويه الحاله. داكور على بالي بلي تحبوا لي ستوري. اي وزنت 200 غرام نتاع البرغل. هاد البرغل لازم يتشمخ في الماء بارد يقعد 10 دقائق باش يطرى. داكوغ عاده ماك نقدروا نخدموا به الكبه نتاعنا. الوغ هنايا نشمخ البرغل تاعي بالماء بارد بيان سور ونخليه 10 دقائق باش الحبه تاع البرغل تنتفخ تكبر وتطرى معايا. من بعد ما خليت البرغل تاعي منقوع نجيب الصفايه تاعي نصفيه ونخليه يكتر. لازم نتخلصوا من كاع الماء اللي فيه. الفلافل نحتاجوا فيهم الحمص. كاين ناس الحمص منفخ بيان سور داكوغ ماشي طايب، هذا الحمص راه برك منفخ. كاين ناس تاني من المشارقه يديروا فيها مزيج بين الحمص المنفخ والفول هذاك اليابس تاني ينفخوه ويزيدوه في الفلافل نتاعهم. نحتاج حبه بصل، هنا راه عندي 500 غرام نتاع الحمص المنقوع. ديجا هنا راه عندي حبه بصل متوسطه، عندي 3 سنين ثوم. هنا هاد لو ميلونج راه عندي خليط بين القزبر والمعدنوس كما راكم تشوفوا، ولي زيبيس اللي نحتاجهم ماشي حاجه كبيره، عندي الملح فلفل كحل، وبيان سور بيسك راح نستعملوا الحمص لازم يكون كاين الكمون مضاد للغازات. وعندي هنا تاني نسمها بشويه قزبر، وهنا هاد لا بيتيت كونتيتي هنا هادي راه عندي بيكربونات دو سود غير كميه صغيره برك على راس المغرف. وهنا هذا المكون نسيته اللي هو مغرف صغيره، مغرف نتاع قهوه نتاع المايزينا. هذا المغرف راح تمد لكم واحد القرمشه في الفلافل نتاعكم، دونك ما تنسوش ديروها سي فاكولتاتيف، بصح اذا درتوها راح تمد لكم الفرق. الوغ هنا راح نجيب الروبو نتاعي ونحط فيه كامل هاد لي زانغريديون نطحنهم. الوغ هنا شوفوا حطيت الحمص نتاعي، زدت عليه هذيك الحبيبه صغيره نتاع البصل، نزيد السنينات نتاع الثوم، التوابل تاعي كامل نحط هادشي في رحبه، ونزيد تاني هاديك المغرف الصغيره نتاع النشا اللي قلت لكم عليها، ونبلع الروبو تاعي ونطحن كامل هادشي مع بعض. هادي هي لا تيكستور نتاعها. كاين ناس يزيدوا لها قطيرات نتاع الماء، انا ما زدتلهاش على ما زدتلهاش الماء على خاطرش درت هاديك البصيله كانت عندي شويه كبيره، جو بريفير الماء تاع البصل خير من لا نزيد لها هكذا الماء صامت. جي ترانسفيري العجينه تاع الفلافل في هذا البول، راهي قابله للتشكيل، نقدروا نفاصونيوها فاسيلمون، بصح انا ما نخدمش بها درك، غادي نخليها تروبوزي واحد النص ساعه ساعه دو توت فاسون حتى كيقرب وقت المغرب باش نقليها. فوالا الفلافل نتاعي راهم واجدين، نخليهم في الفريجيدير، ما كانش مسهل منهم، حاجه سهله مهله. الوغ هنايا للكبه شوفوني اش غادي ندير، عندي البرغل نتاعي نحطه هنا في الروبو باش نطحنه ويولي عجينه. بغينا ندير هاد العمليه ونولي لكم. هنا شوفوا راه يشبه للطعام، بصح بالك وتعوضوه بالطعام داكوغ. راه لا غوسيت ما تخرج لكمش، دونك لازم ضروري تخدموه بالبرغل. وهنايا نزيد على هاد البرغل حبيبه بصل هكذا باش نطحن كامل هادشي مع بعضه. طحنت البرغل والبصل دايوغ شوفوا الفوليوم نتاعهم كي طاح. بون شوفوا لاباط نتاعي تاع البرغل كيفاش ولات، راها ولات كاريمون عجينه. هنايا نجيب الميزان نتاعي ونوزن 200 غرام نتاع لحم رحي ونزيدها على العجينه تاع البرغل. بون ناس رايحين كي تدخلوا لاشين يوتيوب تاعي رايحين تلاحظوا حاجه، رايحين تروماركيو بلي بدلت لا تكنيك. بكري كنت نطحن كامل الميلونج، نخلط البرغل مع البصل مع اللحم الرحي ونحطهم كامل ينطحنوا في الروبو. افيك لو طون حسيت بلي الروبو كي بدا يدور هذاك اللحم الرحي يبدا يسخن شويه، وهاد الحاجه ما نكذبش عليكم ما عجبتنيش، دونك بدلت لا تكنيك.
وهذا الميلونج اللي راكم تشوفوا فيه هنا هو القشره الخارجيه نتاع الكبه. هنا التتبيله اللي نديرها فيها عندي شويه ملح، فلفل كحل، تماك عندي شويه قرفه وشويه كبابه. هما الكبابه يعيطوا له البهار الحلو، اون فرونسي اسمها لا كوباب. الوغ هنا هاد الاعشاب اللي راهم هنايا يسموهم المردقوش. المردقوش هو عشب ضروري ينحط في الكبه، لازم يكون محطوط على خاطر شي يمد لها، هو اللي يمد لها هذيك البنه سبيسيال نتاعها. المردقوش هنايا كاين اللي يعيط له المرددوش، كاين يعيطوا له كاريمون المردقوش، وان فرونسي يسموه لا مارجولين. تصيبوه ينباع عند كامل هذوك اللي يبيعوا الاعشاب والتوابل، وبيان سور نملح ونخلط كامل هاد لي زانغريديون مع بعضهم. فوالا هذه هي العجينه نتاع الكبه نتاعي، سي بون. هذه هي اللي نشكلوا بها القشره الخارجيه نتاع الكبه. كاين هنا واحد لو ميلونج يديروه في الكبه يعيطوا له السبع بهارات، فيه القرنفل، فيه السكنجبير، فيه جوزة الطيب، فيه واحد المكونات دوك نحطهم لكم بعد للناس اللي يبغوا يستعملوا سبع بهارات في الكبه. بصح انا روماركيت كي نديره ولادي ما يبغوهش، وحنا كجزائريين شويه نحسوا بلي هذوك السبع بهارات في الكبه يجونا تقال. الوغ نبلع على العجينه نتاعي ونخليها في الفريجيدار تريح شويه. بيس قلت لكم بلي المنيو تاع اليوم اورينتال، دونك البلا دو ريزيستانس ولا لو بلا دو جور راح يكون دو ري اورينتال. هذاك الرز اللي درته لكم ديجا، راني حطيت لكم لا غوسيت، معليش بزاف ملي درتها، راهي بارتو لا غوسيت سور فيسبوك، راني حطيتها لكم في لي زي جي تي في، راهي سور يوتيوب، دونك فو نافي كا لا فيزيوني باش تشوفوا كامل لي ديتاي تاع هاد لا غوسيت. وهلا راح نمر لتحضير حشو الكبه. انا هون جبت مقلايه حطيت فيها شويه سمنه، وبعدين فرمت بصله، راح دبل البصله في السمنه، راح نضيف اللحم المفرومه. لا نقعدوا في بلادنا مش خير. اوا نطيبوا شرقي بصح نهضروا جزائري. وانتو تريدي بالالجيري. الوغ هنايا زدت اللحم المرحي نتاعي، درت فيه شويه ملح، فلفل كحل، قرفه والكبابه، وندبل كامل هاد الشيء مع بعضه. سي بون لا فارس نتاعي وجدت، نحط عليها اللوز. هنا عندي اللوز مطحون خشين، داكوغ. هي نورمالمون الكبه يزيدوا عليها الصنوبر، ولا تقدروا ميم تزيدوا الجوز. خلي لا فارس نتاعي تبرد مليح مليح. شكلت لي بورسيون تاع الكبه. هنا راني درت كل حبه فيها 45 غرام. الو هنا بديت نشكل في اقراص الكبه. هنايا شوفوا راني نشكل فيهم، دوك نوري لكم على بافيت كيفاش تشكلوهم. ديروها هكذا كيما طبسي ان ريسيبيون ولا، وشرط لازم دائما لي باروا يكونوا رقاق هكذا وتسوديوها. هاهم هنايا اقراص الكبه نتاعي، سي بون. هنا هذيك لا كونتيتي اللي خدمتها دارت لي 16 حبه، وهادو درك لازم نحطهم في الكونجيلاتور، اللي قلهم بالقله نص ساعه في الكونجيلاتور، لكن لا تحطوها ديريكتومون هكذا في الزيت. عجنا معنا لنهار 17 من شهر رمضان المبارك، والمعنى نتاع اليوم يقول صام صام وفطر على بصله. خبروني شو جاكم في بالكم ملي سمعتوه، وانا نعاود نتلاقى بكم غدوة ان شاء الله مع عجنه جديده ومعنى قديم. الو هنايا غادي ندير واحد الحاجه اللي هي البديل نتاع التوميه، توميه باش نرافق الفلافل نتاعي، باسكو سي بون هذا هو الوقت باش نقليهم. عندي الفرماج بلون داكوغ تاع الريجيم، ندير معاه سنينه توم، رشه تاع فلفل كحل، ورشه نتاع ملح، وهذه هي اللي نغمسوا فيها الفلافل تاعنا. سي بون هنايا الاذان تاع الجي راهي اذن، انا بديت نقلي الكبه والفلافل تاعي. الفلافل لازم تشكلوهم بهاد لا فازون، انا حاولت الماكسيموم نشكلهم كيما هذيك على خاطر شوما عندهم واحد انستانسيل، واحد الاله صغيره يشكلوا بها الفلافل ويجوا هكذا. دونك نتوما عطولها الشكل اللي تبغوه وقلوهم هكذا كيما راكم تشوفوا في زيت غزير. هنا الفلافل نتاعكم تقدروا تفوتوا لهم وجه نتاعهم، ولا حتى زوج وجوه في الججلان هكذا، سي تري بون، يعطيهم نكهه هايله. فوالا فوالا سي بون، الفلافل نتاعي طابو. هنايا راه عندي الكبه، سي بون راه قريب طيب. ان شاء الله لا كوتيديان نتاع اليوم عجبتكم، وانا درك نبقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، اي بون ابيتي.